في الريتم سريع في الماتشات، ريتم الماتشات سريع، ودي بتبقى حاجه غريبه شويه مع بدايه اول اسبوع في الدوري، يعني صحيح. دايما الريتم بيبقى ابطا شويه مع ال كل الفرق استعد. في ريتم ليه سريع بقى؟ جدا. انا اقول لك ليه، لان انت ارجع تاني، انت خلصت 30 اغسطس، اه معظم الفرق ما كانش كلها باستثناء طلع الفرق اللي بتلعب في افريقيا الاربعه، كلهم خدوا اسبوعين راحه وبداوا نص تسعة، سبتمبر، نص نص تسعة سبتمبر، فكله عمل تقريبا شهر، شهر وثلاث ايام بالظبط، فتره اعداد. صح، فتره اعداد المثاليه من 4 ل 6 اشهر، سوري من اسف، أربع من أسابيع 4 ل 6 اسابيع، لستة من 4 ل 6 اسابيع. فعشان كده هتبص تلاقي كل الفرق داخله بريتم أسابيع بالظبط، سريع سريع. زي ما قال الكابتن اشرف، في فرق كتيره جدا مدعمه. الدوري كله داخل عايز يعني من اول اسبوع عايز يلحق، لان انت عارف الدنيا في الاول او الاسابيع الاولى بيبقى حصد النقاط شكل اسهل، بعد كده الدور التاني بيتصعب. رغبه طبعا كل الفرق انها تبرز نفسها او تبرز الصفقات بتاعتها او تقدم نفسها بشكل قوي من الاول، دي برضو عملت ريتم سريع. فلو رجعنا السنه اللي فاتت لو تفتكر، كان الاسابيع معدل التهديف في الاسابيع الاولى كان معدل عالي عالي جدا جدا، صح، وبدا يتناقص مع شويه، اي فده طبيعي، ده طبيعي. يعني شفنا اللقاءات كلها تقريبا منتهيه لغايه دلوقتي، يعني لسه طبعا في لقاءات بكره، هي لكن اعلى نتيجه انا بتاعت بتكلم سيراميكا والمصري، سيراميكا والمصري 3-0. 3-0، لكن انا قصدي ان كل اللقاءات فيها اهداف بالظبط، ايوه، يمكن حتى يعني الان الست ماتشات اللي الست اتلعبوا، ماتشات كلها. واعتقد بكره برضو اعتقد ان يعني ممكن يحصل برضو، حتى لو حصل تعادلات هيبقى تعادلات ايجابيه. هاخد بقى توقعاتكم بكره، بس طبعا في نهايه الحلقه خلينا نروح بقى نبدا عشان نشوف الماتشات ونشوف رايكم في تحليلكم للماتشات النهارده. نبدا بال لازم الواحد عايز ازود قدام هجومي او ورقه هجوميه او الاداء الهجومي بيغلب على طبعه، دي بتبين لي ان المدرب ده عايز ياخد المباراه. صح، انما لو انا مدرب عايز اسيب الدنيا 0-0 او ان انا خلاص النتيجه دي مرتضي بيها، خلاص هغير ديفندر بديفندر او اامل بديفندر ثالث، فاهم قصدي ازاي؟